مين المسؤول الحقيقي عن ملف اختان الإناث في الدولة المصرية؟ تمام، خلينا نقول ان جريمه اختان الناس، وخلينا نكون صراحه مع بعض، هي جريمه. احنا طول عمرنا للاسف، ودي كانت احد الاسباب ان احنا ما حققناش النجاحات المرجوه في قضيه اختان الناس، لان دي الكلام دايما نتكلم على ظاهره اختان الناس، حاله اختان الناس، لكن هي في الحقيقه جريمه. اختان ونقول الناس كده جريمه، دي جريمه خلاص، ما فيش فيها كلام تاني خلاص. بالقانون ده حاجه اللي بتقول، ولا بقى في قانون ده قانون ولوائح بننظمها؟ ده هقول لحضرتك دلوقتي، احنا لما بنطرح جريمه اختان الناس، البعض بيراها حاجه جديده، جديده الطرح، لكن هي الحقيقه اللي متابع حتى من القرن الماضي من بداياته يرى ان هي قديمه الطرح والاثاره والمناقشه. احنا سنه 1904 كان اول تصدي من مؤسسه الدينيه، وكان في مقال نشر في مجله المناره لفضيله الشيخ رشيد رضا، واللي قال ان كان بيتكلم عن اول من طرح فكره هل الختان سنه، وجوب الختان ولا سنه. ده بدايه القرن العشرين كمان، ده في بدايته. ثم بعد كده في سنة 51 اتنشر برضه في مجلة الأزهر، الأول مجلة الأزهر عملت استطلاع رأي لكبار الشيوخ العلماء، هيئة كبار العلماء، وأجمعوا جميعا إن دي عادة ملهاش أساس في الدين. مجلة الأزهر في نفس سنة 59 برضه نشرت مقال الشيخ محمد عرفة ورئيس تحرير المجلة، وأيد نفس الكلام. كان تدخل الدولة بعدها سريع، فتوى للشيخ سلتوت كمان، وكمان الشيخ سلتوت 59 الدولة تدخلت بقى في مؤسساتها، سواء الدينية أو مؤسسات الدولة الحكومية والتنفيذية الصحة. الشيخ شلتوت الشيخ الازهر اصدر فتوى وقال دي عاده ملهاش اي شمايه شعائر خالص. ثم كان ده عاده مكتسبه من احد القبائل الافريقيه، مش من مصر حتى، يعني مش احنا اللي ابتدعناها. تمام. وفي اقاويل بتقال عاده فرعونيه كمان. ثم كان قرار وزير الصحه، ده كان اول قرار لوزاره الصحه بحظر اختان الاناث في المستشفيات العامه. الموضوع استمر كده على استحياء فترات، يظهر على السطح، نبتدي نتصدى للظاهره، وفجاه ينزل، الزخم بيقل شويه. 96 ابتدى الموضوع بعد مؤتمر السكان، المستوى الدولي للسكان في مصر في القاهره، على سنه 94 ابتدى يظهر تاني على المستوى المصري وكمان على المستوى الدولي. بعدها بسنتين وزير الصحه سنه 96 اصدر قرار بحظر على الاطباء ان يجروا عمليات الختان. الدنيا هديت، وللاسف القضيه ما خدتش يعني الزخم المطلوب او التوعيه اللازمه، وكنا مكتفين في الحالات دي بنتكلم عن يا جماعه دي ما هياش من ناحيه الدينيه، دي عاده ما هياش لا سنه ولا شعيره ولا مكرمه ولا الكلام ده. موضوعنا شويه ورجعنا في صدمه 2007. من الناحيه الصحيه خلاص اجمعنا انها مضره للصحه وليها مضاعفات، وفي منظمه الصحه العالميه قالت في اكتر من 10 مضاعفات ليها. ثم الدنيا هدت شويه خالص، وعاملين نتكلم في توعيه ونقول الناس الصحه بتقول ضرر والدين بيقول ما هياش عاده، عشان الوازع الدين عند الناس شويه. ثم كانت الحادثه اللي هزتنا كلنا 2007، قضيه الطفله بدور في مركز المجاري محافظة المنيا. البنت خدت شهاده ابتدائيه، امها بتكرمها وتكافئها بعد ما نجحت، راحت ودتها للطبيبه. الطبيبه ما فيش درايه، ما فيش خبره، ما فيش اهتمام، اجرت العمليه، الطفله ماتت. واستدعت الطبيبه ساعتها حسب القضيه زوجها طبيب اخر، خدوا البنت من المستشفى على ما وصلت كانت ماتت البنت. وفاه بدور، او خلينا نقول بالصراحه كده، مقتل بدور كان بدايه نبدا صفحه جديده او معامله اخرى مختلفه لقضيه ختان الناس في مصر.